والله احنا مريتها ما شرها، انا واخوتي لحد شايف معاقتنا، انا واخوتي شابين واني ثلاث وامي حرمه كبيره، يعني ما بغير الله وهو احنا وهي تركض تركض من لحجه، يعني شريت شريت تشتغل حرمه كبيره وعجوز ورد حج قاعدين بخيمه بدها حج تدخل علينا، يعني مطلوب اريد خيمات اريد صوبات يعني اريد راتب، يعني راتب منين نجي نحن؟ لا نقدر نشتغل لا نقدر شيء، اريد يعني اشل معانات يعني معينه ما حد يعترف علينا الا المتزوج يسجلوا له، احنا من لحج ومنين نجيب عيله؟ ما يعترفون علينا خالص فشي هذا. والله واحنا امي قاعدين حرمه كبيره امي ما قدرت تشتغل والله يساعد منين نجيب. اول شيء جانا نظام وقدر قراه والطيران قام يضرب طفشنا من الطيران، جينا ريف ادلب الشرقي كمان من ريف ادلب الشرقي كمان صار بغصف، نجحنا ريف المعره الشمالي على بيلين حرش بيلين، وضعنا المأساوي صعب جدا يعني حياتنا يعني معدومه، لا معينات لا شغله لا رواتب، دعج بيوتنا تخر علينا من المطر وبرد، وما يعني ما ابغي حتى لا حد يلتهم من ابنه ولا حد، وكل الموظفين تاكلوا على وجهها على المعينات يسحبونها وما يستفاد منهاش، يعني ما احنا مستفادين لا من هذا ولا من هذا، وكل على المعينات وعلى المعينات وما يستفادين ولا اي ايش، يريد يعني ك يهتمون ابنه. انا واختي واخويا وريد حد يعاوني، مع ان احنا معاق ثلاثه نحن، واصل اريد حد يركب لي الدراجه هاي ما اقدر، شفتوني ما اقدر اركب قصر، اريد دراجه كهرباء عشان اروح على جيراني عراج، ما اقدر بهاي اركب صعبة، أريد أخرج عن جيراني وأخرج، ما أريد أغاثة، أغاثات ما أريد، أريد عرباية كهرباء دراجة أنا وأخوتي. إيه؟ وين لعباتك؟ ها؟ لعبتك وينها؟ لعبتك وين حشيشة؟ كهرباء حشيشة؟ Thank you.